طب لو انا بقى عندي درجه ترهل عنيفه زي ما بعض السيدات مثلا بيحصل بعد الولاده المتكرره والوزن الكبير قوي ده، ببقى متوقع ان يحصل فيه ترهل. هنا بقى بنوزن على حسب الحاله، نشوف والله هل لو هي درجه ترهل بسيطه انا اقدر اشدها بالفيزر، لو هي الترهل عنده كبيره يبقى انا ساعتها محتاج ان انا اعمل شد جراحي شد من جراحي. خلال فتحات صغيره، يعني من خلال جرح دايما في مكان هيدن مستخبي. وبنحط دلوقتي النهارده التطور بقى الجديد، احنا بنحط كريمات تجميل. الكريمات دي بتعمل ايه؟ بتخلي اثر الفتحات او الجروح الجروح دي ما يبانش ما خالص، بيبانش. فاهم قصدي تمام. ايه؟ بنحطها بصوره منتظمه وان شاء الله ما بنحسش ان احنا عملنا اي حاجه خالص ان شاء الله. طيب يا دكتور، في عملية شد البطن تمام، ممكن تداري مثلا مشكلة زي الفتق السري أو أي ديفو برافو بيبقى عليك. موجود في الجسم؟ بصي موضوع الفتق السري برضه هتلاقي فيه ستات كتير قوي بعد الولاده حوالين منطقه السرة كده في حاجه مش مظبوطه، في حاجه طالعه لبره او تمام. شكل السرة مش مظبوط، ده هنا بيبقى دايما ممكن يحصل مع الولاده الفتق السري، او حتى لو مش مالوش علاقه بالولاده نتيجه ان احنا شلنا حاجات تقيله او حاجه ده برضه موجود. هنا الميزه ان احنا مع شد البطن بنصلح الفتق ده وبنجمل شكل البطن وننحتها كلها بالكامل بحيث ترجع زي ما كانت بنت، او لو بطن راجل ترجع بصورته الطبيعيه زي ما كان شاب، شكلها جميل ومنحوته والكيرفات بتاعتها موجوده والسكس باكس موجوده وكل حاجه ان شاء الله تبقى تمام وشكل البطن يبقى حلو. تمام. طب يا دكتور، الدهون اللي بتتشفط دي هل ممكن زرعها في اماكن تانية في الجسم؟ يعني في ناس بتحتاج برافو تحقن عليك، مثلا سؤال جميل خدود جدا. او صحيح سمانة صحيح، ثدي، يعني الايد نفسها الايدين. ممكن تبقى تمام. الايدين، فاهم قصدي؟ دي برضو ميزه اللي هي ان احنا الدهون اللي احنا شفطناها دي نقدر نزرعها في اي اماكن تانية محتاجينها، زي مثلا ان احنا نكبر بيها التشيكس او الخدود، ودي هنا بتدي نتيجه كمان احسن من الفيلر. زي